ألو نعم حبيبتي كيفك؟ أخذت إجازة منشان ساعدكم بنقل الأغراض اليوم. أنا مع تولي بخانم ورايحة معها على العرض، بشوفك بعدين. لوين رايحة؟ على عرض اليوم. لك عرض شو؟ أنت أكيد عم تمزحي ما هيك؟ وقت أرجع بنحكي، أنا هلأ بالسيارة مو فاضية أبدا. أهلين بأحلى أخت، اشتقت لك. أهلين. شوفي بابا بعدي. بابا ليهان ارجعي بنتي لجوا، فوتي لا تدخلي. اللي ملك وين المصاري اللي كنت مخبيها؟ رح رجع لك ياهم. كيف يعني بدك ترجع؟ فهمني. ولك انت بدك ترباهي بجديد؟ ها؟ لك كيف بتاخذون؟ مين اللي لك بد ايدك على المصاري يا واطي؟ اللي وين صرفتوا العلا؟ وين راحت المصاري؟ قولوا لك احكي وين صرفت مصاري؟ اللي يلا راح صرفتهم على النسوان والعك؟ قلت لك رح رجع لك يا هون. بس لسه ما شفت طالب خانه محب بارك له. ولا يهمك انت، انا ببارك له عنك. امسكي هدول هلا، خدي البنات وروحي على المشغل، اتركوا الاغراض هنيك وبعدين فيك تروحي على بيتك. ولشو هالمصاري؟ هدول من توليب خانو. خلص شغله معك، مع السلامه. بس انا ما اشتغلت. مصطفى بيك يا ريت توصل الانسه بطريقك. انا ما اجيت على العرض مشان المصاري. الف مبروك ان شاء الله. الف رح تسافري على ميلانو. شكرا كثير لكم يا جماعه، اكيد المساء رح اشوفكم وقتها بتسالوا على راحتكم. ماشي بالاذن يا جماعه. مع السلامه. شكرا لك يا جماعه. لو سمحتوا فيكم تسالوا الخانم شو ما بدكم المساء. تفضلوا تفضلوا هلا بعد اذنكم. راح علي العرض ما هيك؟ بس صدقيني الزحمه مو طبيعيه ابدا بالبلد. طمنيني كيف كان العرض؟ كان بجنن. ولا يهمك ما راح عليك، تيجي المساء وبتتفرج على العرض. بصراحه انا اجيت لحتى بارك لك، ما راح احضر الحفل. برايي تحضر، ما كنت معي بالعرض الاساسي. تعال مسا مننبسط مع بعض. قلت لك توليب ما بقدر لانه بكره الصبح في عندي عمليه مهمه كتير. مبين انه مضغوط كتير هالفتره، لهيك بتشكرك لانك قدرت تهرب مشان تجي وتبارك لي. عن جد رح انبسط بسهرتي، وانت حاول تنام بكير. وتوليب خانو كانت نجمه بكل معنى الكلمه، كل العيون كانت عليها، العارضات تخبت بعد ما هي طلعت. وبعدين لما خلص العرض كان إلها طلعة مميزة. لو شفتوا كيف مشيت من أول المنصة بكل هدوء ورواء، صارت تسلم على الكل براسها وهي عم تبتسم. كانت لابسة الفستان اللي صلحت لها إياه لما انكبت عليه القهوة. فجأة كل الصالة قامت ووقفت على رجليها، وقامت القيامة بالصالة، تصفيق والفلاشات والأضوية والأصوات وال... يعني على ساعة شغل حطت لك مبلغ مقبول بجيبتك. منيح. أنا أصلاً رح رجع لياهن، بعدين أنا ما رحت لهونيك مشان المصاري. إيه دخيلك رجع المصاري بسرعة لأنه بيلزموها كتير. يولا بابا، شو رأيك حط لك شوية حلو؟ جوري تعي معي على المطبخ وخدي له صحن للخانو. كنت عم ودي صحن حلو، ما قدرت اتصل فيك اليوم لانه خلص رصيدي. تعا دقيقتين. ودقيقتين صاروا بكفوا؟ اهلين جوري، عن جد رحتي على عرض ازياء؟ اها هلا بتحكي لك. لك حبيبتي جوري لا تزعلي من اخي، هو اليوم اتخانق مع ابي شان اللي عمله امبارح. لا مو هيك، بس لأنه أخي طلع صارف كل قسط البيت، وأبي عصب وما ترك كرسي وما كسره على ظهره،
قديش كانوا المصاري؟ ما بعرف جوري، بس كأنه كتير. يا العطر، يا دفعن للحفلة. كيف؟ جيهان، أعطيهم هدول لأبوكي. كنت مدينة من أخوكي، بس بتعرفي ما رح يقبل ياخدهم. أصحك تقولي شي لأخوكي، أعطيهم لأبوكي بأي طريقة. بس لحظة جوري، استني. ليش ما قلت لي شو صار معك؟ قلي ليش هربت؟ شو بدي أقول؟ ما أنا ولد صغير طايش، وأبي بيشوفني ولد لهيك بيضربني. ماجد، شو صار بيناتكم؟